السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء الطلاب. النهاردة في الحلقة بتاعتنا هنتكلم على ماثماتكس، والدرس بتاعنا الـ set of integers، مجموعة من النمبرز هنشوفها دلوقتي. قبل ما نبتدي في الدرس بتاعنا، في مجموعة من السيمبولز لازم نعرفها، اللي هي قدامنا دلوقتي دي واخدناها قبل كده كتير، ودي اللي هنستفادها في ونستخدمها في الدرس بتاعنا النهارده. نبدأ الدرس. أول مجموعة ناخدها من النمبرز اللي هي natural numbers، نشوفها كده. عندنا الست ديت أو العيلة ديت أو القردة اللي فوق ديت عندها أبناء، عندها الولد الأول ومسمياه set of counting numbers، اللي هو counting numbers اللي هو اللي بيعد، اللي بنعد بيها في الحياة. ببدأ العد طبعا او الكاونتنج بتاعنا، باجي اشتري او باجي ببيع ب 1 ولا ببدأ ب 0؟ لا ببدأ ب 1. يبقى عندنا هنا 1 2 3 4 to infinite او set infinite. الولد التاني اللي هو الزيرو مع زيرو من numbers وهي سيتس، يبقى انا عندي هنا الست بتاعتنا زيرو والست التانية اللي هي counting numbers. دول عايزين يتحدوا مع بعض عشان يبقوا عيلة قوية، وعشانهم ست الاتحاد بتاعهم او التجميع بتاعهم بيبقى بايه؟ باليونيون ولا بالبلس. البلس ده بتاع النمبرز والست بتاعها اللي هي اليونيون، يبقى احط معاهم يونيون بيديني مجموعة من الجديدة من numbers اللي اسمها ايه؟ natural number. نشوفها كده، اللي هي equal set of 0 1 2 3 4 infinite set. natural numbers بتاعتنا بردك نشوفها عيلة تانية، الواد الاول اللي هو odd numbers اللي هو set of 1 3 5 7 infinite set، والواد التاني اللي هو even numbers اللي هو set of 0 2 4 6 8 infinite set. ده بنفس الكلام عايزين يتحدوا مع بعض، يبقى عندهم الايه؟ اليونيون. ونشوف كده اللي طلع، يبقى natural numbers برضك هي هيها equal set of 0 1 2 3 4 infinity set. نشوف ال number line بتاعنا بتاع natural اللي هو الري اللي قدامنا ده، start 0 0 1 2 3 4 5 infinity numbers. الري بتاعنا اللي طالع ده من عند ال 1 وال 3 وال 5 وال 7 وال 9 دول اسمهم ايه؟ اسمهم ايه؟ odd number. جميل، نشوف كده تاني. في ري تحت اهو طالع من عند مين؟ من عند الـ even numbers. طب لو الـ odd numbers والـ even numbers عملنا لهم union مش هيدينا برضك؟ هيدينا ايه؟ هيدينا natural number، natural ايه؟ numbers اللي هي equal O union E، O اللي هي odd و E اللي هي ايه؟ even. يبقى natural number equal O union E. نشوف بقى المجموعة الجديدة اللي هنشتغل عليها النهاردة اللي هي مين؟ integers اللي هي السيمبل بتاع زد. integers numbers هنشوفها كده. الأول بنشوف اللاين بتاعها اللي هو المرة دي بقى straight line، كان في natural number array. طيب straight line في numbers هنا في الرايت وفي numbers هنا في الليفت وفي في السنتر زيرو. طب نشوف كده، هنا في الزد وعليها فوق ايه؟ بلس، اسمها ايه؟ بوزيتيف ايه؟ نمبرز اللي هي ايه؟ ايكوال او اكس، الري بتاعها او اكس اللي هو ده اللي هو سيت اوف 1 2 3 4 5 انفينيت سيت، وفي زد تانية عليها ايه؟ نيجاتيف اللي هي ايه؟ نيجاتيف نمبرز. نشوفها كده اللي هي او اكس داش.
اللي هي نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 نيجاتيف 3 انفينيتي 7. طيب في هنا نلاحظ ان الزيرو ما راحش ولا مع البوزيتيف ولا مع النيجاتيف، يبقى ده لوحده. ده نشوف كده اللي هيحصل. سيت اوف انتجرز، ايه هي المجموعات اللي بتكون منها الانتجرز؟ نشوف كده. الست الاولانيه اللي هي الايه، النيجاتيف، ونمبر 2 اللي هي الزيرو، ونمبر 3 اللي هي الايه، البوزيتيف. طب دول عايزين نجمعهم مع بعض بالبلس ولا بايه؟ باليونيون. فيري جود. يبقى بيدينا مين؟ الانتجرز كلها. يبقى الانتجرز كلها بتاعتنا اللي هي النيجاتيف والزيرو والبوزيتيف. طيب لو خدنا سيت اوف زيرو يونيون البوزيتيف بتاعتنا هيدينا مين؟ ناتشرال نمبر. فيري جود. يعني ممكن نكتب الانتجرز بتاعتنا ايكوال النيجاتيف انتجرز يونيون ناتشرال نمبرز. ينفع طبعا. نشوف النوت زاد بتاعنا. اول حاجه الزيرو مجبرين يدوق مين؟ البوزيتيف، وكمان نوت بلونج مين؟ النيجاتيف. وكمان عندنا ان الان سبست منين؟ من الزد. والبوزيتيف سبست منين؟ بردك من الزد. والنيجاتيف سبست بردك منين؟ من الزد. وسيت اوف زيرو بردك سبست منين؟ من الزد. سبست يعني جزء منها. كمان الزد ممكن نعمل لها ايه؟ فين دايجرام. نشوفها كده. عندنا اي سيب اي شيبس بنعمل له ايه؟ 3 بارت. يبقى هنا عندنا مين؟ البارت الاول بتاعنا او الفيرست بارت اللي هو مين؟ البوزيتيف، والسكند اللي هو مين؟ الزيرو، وبعد كده مين؟ النيجاتيف. دول مع بعض بنعمل لهم يونيون، يبقى اللي هو مين؟ الزد بتاعتنا اللي هي الانتجرز. النوتس الثانيه او النوت الثاني، الزد كتبها لنا بالنمبرز اللي هي ايه؟ نقراها من النص. ان 0 1 2 3 انفينيت 7 نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 نيجاتيف 3 نيجاتيف 4 انفينيت 7. وبرضك بتتكتب بالطريقه ديت، النيجاتيف يونيون الزيرو سيت اوف زيرو يونيون البوزيتيف. وبرضك تتكتب بالطريقه دي، النيجاتيف يونيون ايه؟ الام اللي هي مين؟ ناتشرال ايه؟ نمبر. وبرضك بتتكتب بالطريقه دي، الزد ايكوال اود نمبر يونيون ايفن نمبرز. ناتشرال نمبر ايكوال سي، سي اللي هي مين؟ كاونتنج نمبر يونيون سيت اوف ايه؟ زيرو. نشوف الاكسرسايز نمبر 1، بيقول لنا هنا ان الزد ايكوال ان يونيون يونيون ايه؟ هتاخد مع البوزيتيف ولا النيجاتيف؟ اسمع، النيجاتيف. تمام. نمبر 2 البوزيتيف انترسكشن النيجاتيف، يبقى ايه؟ من اللي اخدناها ان النمبرز اللي هنا مش موجود منها حاجه من النمبرز اللي هنا، لان دي مين؟ 1 2 3 4 ودي نيجاتيف 1 نيجاتيف 2، يبقى مش شبه بعض خالص. يبقى احط لها ايه؟ 5 اور نال. نمبر 3 البوزيتيف يونيون الزد، الزد دي هي الكبيره بتاعتهم، والبوزيتيف جواها سبسيتس منها، يبقى بناخد مين؟ الزد، لانها مش هتزيد في حاجه خالص، يبقى انتجري بتاعتنا كلها موجوده اللي هي الزد. نمبر 4 اللي هي الاو اللي هي اود نمبر انترسكشن اي اللي هي الايفن، نفس الكلام النمبرز بتاعت الاود اللي هي 1 3 5 انفينيت 6، والنمبرز بتاعت الاي اللي هي ايه؟ اللي هي الايفن اللي هي 0 2 4 6 انفينيت 7.
ما بلاقيش حاجات منهم مشتركة مع بعض، يبقى هنا ايه برضك ايه نكتب فاي او ايه نال. نمبر 5 البوزيتيف انترسكشن الناتشرال نمبر. طيب البوزيتيف اللي هي 1 2 3 4 انفينيت سيت، والناتشرال نمبر 0 1 2 3 4 انفينيت سيت. وانا بقولهم لاحظت ان اللي تشابه معانا او النمرتين اللي هو 1 2 3 يبقى اللي هو مين اللي هي البوزيتيف كلها. نشوف الاكسرسايز الثاني اكزامبل 2. في السيمبل بتاعنا دول اللي هو برينج 2 نوت برينج 2 نوت سبسيت سبسيت. هنحط الحاجات دي هنا على حسب المناسب. طبعا في البدايه برينج 2 نوت برينج 2 بيبقى بتوين ايه element اند سيت، والنوت سبسيت والسبسيت بيبقى بتوين سيت. طيب هنا نمبر 1 0 والان الان اللي هي مين ناتشرال نمبر اللي فيها ايه 0 1 2 والزيرو ده موجود اهو. طب باخد مين باخد حاجه من الاثنين دول البرينج 2 اور نوت برينج 2، يبقى بناخد مين هي موجوده يبقى باخد مين البرينج 2. فعلا نمبر 2 الزيرو برضك مع البوزيتيف. طب البوزيتيف ده اللي هو منين اللي هو سيت اوف ايه 1 2 3 ما بدأش الزيرو مش معانا، يبقى باخد مين نوت بلون. ليه ما خدتش نوت سبست؟ لان ده ايه element. نمبر 3 8.5 وبعدين الزد الانتجريت الزد بتاعتنا. طيب ده نمبرز وده سيت، ناخد معاها ايه برضك يا بلونج يا نوت بلونج 2. طيب ال 8.5 موجودة هنا؟ لا مش موجودة، يبقى ناخد ايه نوت بلونج 2. نمبر 4 سيت اوف 2، انا بقول سيت اوف 2 مع مين؟ مع الانتجرز اللي هي برضك ست، يبقى هنا تو سيتس ناخد معاهم مين؟ يا اما سبست او نوت سبست. طيب نمبر 2 موجوده؟ موجوده، يبقى باخد معاها مين؟ سبست. نمبر 2 نمبر 5 بيقول لنا هنا ابسوليوت نيجاتيف 5 ومعاها مين؟ البوزيتيف النيجاتيف. يبقى طيب الابسوليوت عندنا هنا الفاليو بتاعتها لازم تبقى ايه بوزيتيف، يبقى هنا الايكوال بتاعت الابسوليوت نيجاتيف 5 ايكوال 5. طب ال 5 هتبقى موجوده مع النيجاتيف؟ لا طبعا. طب وال 5 طلعت ست ولا element؟ لا element، يبقى بتاخد ايه بلونج اور نوت بلونج، يبقى هنا باخد معاها مين نوت بلونج. شوف الاكزامبل اللي بعده بيتكلم على الابسوليوت. زي ما قلنا ان الابسوليوت بيدينا فاليو ايه بوزيتيف. طيب ابسوليوت نيجاتيف 3 هيبقى ايكوال ايه 3. ابسوليوت 0 0 نوت بوزيتيف وبرضك نوت ايه نيجاتيف، يبقى زي ما هو ايه زيرو. طب ابسوليوت بي ايكوال 7، يعني معناها ان البي هنا كان في نمبر طلع في الاخر ايه 7. طب البي يبقى على طول ايه 7، هيبقى 7. طب لو نيجاتيف 7 هيبقى بردك 7، يبقى البي هنا تو فاليو يبقى اللي هم مين 7 اور نيجاتيف 7. الفور نيجاتيف ابسوليوت نيجاتيف 5، نخلي بالنا ان الابسوليوت بتاعنا نيجاتيف 5 هتبقى 5. طب والنيجاتيف اللي بره دي هتبقى زي ما هي، يبقى الايكوال بتاعنا ايه نيجاتيف 5. نمبر 5 ابسوليوت 3 بلس ابسوليوت نيجاتيف 5. هنعمل كل واحده لوحدها. ابسوليوت 3 اللي هي 3 بلس
absolute negative 5 اللي هي تبقى ايه 5 يبقى equal 3 plus 5 اللي هو ايه. كده احنا خلصنا النهارده، ويا رب تكونوا استفدتم في الحلقه ديت، ونراجع الحاجات اللي خدناها ديت عشان ان شاء الله في الدرس الجاي نبقى ايه مذاكرين كويس وبنجاوب مع بعض. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.